كيف ستكون ردة فعل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تجاه جماعة الحوثي بعد كل ما جرى في 24 ساعة الماضية؟ دكتور، لحد الآن الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركون أو الدول المشتركة في عملية حارس الازدهار هم في موضع دفاعي، وهم أيضا يصرحون أننا نقوم بضربات دفاعية دفاعا عن النفس وليس لغرض فقط الإيذاء. هم مغتدرون، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير من بريطانيا. لديها مئات القاصفات من طراز B-52، B-1 وB-2، هذه كلها مقتدرة أن تمحي حقيقة الحوثيين من الوجود، ولكن طبعا يتطلب لذلك قرار سياسي. لا أتصور الرئيس بايدن يمكن أن يتخذ هكذا قرار سياسي، ولكن هجوم شامل على جميع المواقع، مواقع الرادارية، مواقع القيادة، مواقع التشويش الإلكتروني، المواقع اللاسلكية، ومواقع الدفاع الجوي، وإضافة إلى المواقع أو المنصات التي تطلق منها صواريخ ضد السفن، وهذه طبعا على بأهمية قصوى، يعني يجب أن تأتي بأسبقية أولى القضاء على أسلحة مقاومة السفن التي تطلق سواء من منصات أو من ثوابت أرضية. ونحن نعرف، يعني حسب متابعات اليوم، هناك على الأقل 10 أنواع من المخطوفات المسيرة المضادة للسفن، وهي ليست بالمناسبة ليست صواريخ بالستية مثل ما يتفضل البعض من في القنوات أنه بصواريخ بالستية هاجم الحوثيون سفنا. الصواريخ البالستية إما يعني تخترق أجواء الأرض إلى الفضاء الخارجي ثم تنزل مرة أخرى، أو إلى ارتفاعات شاهقة جدا ثم تنزل إلى الهدف المنشود. هذه المخطوفات السطح بحر كما تسمى لديهم 10 أنواع حسب ما يقال، حسب ما متاح من معلومات ليست من مصادر حوثية ولا من مصادر إيرانية ولا مصادر تمتتح الحوثيين، وإنما من مصادر غربية وأمريكية، أنهم يمتلكون 10 أنواع وكلها بمدايات على الأقل 10 كيلومترات وحتى تصل إلى 500 و800 كيلومتر. هذه الصواريخ تحلق على ارتفاع ربما 5 أمتار 10 أمتار لا أكثر، مستحيل. ونظرا طبعا لكون البحر أو مياه البحر سانحة لمثل هذه التحليقات. والمشكلة هنا أن لدى الدفاع الجوي في السفينة، سواء كانت سفينة بحرية طبعا بالتأكيد السفن الحربية، الدفاع الجوي ليس أمامها غير بضع ثوان لكي يتخذ القائد المسؤول عن الدفاع الجوي أو الشخص المسؤول عن الدفاع الجوي إجراء ما ضد هذا الهدف الآتي. وهذه الثواني ربما تصل إلى أكثر من 15 ثانية. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للدفاع الجوي، وخصوصا ضد المخطوفات المسيرة التي تستهدف السفن.